الجيل الجديد ده جيل جامد جدا، يعني اللي يقول لك مثلا ايه ده جيل متعب وجيل مش عارف ايه، ويعلم بالله ربنا كلمه دي احنا بنتوارثها على مر الاجيال. كل جيل كبير بيقول كده على الجيل اللي ايه الاصغر منه، بس الجيل الجديد بتاعنا ده اللي هو ولادنا جامدين جدا. هقول لك ليه. من خلال تعاملي مع الاطفال سواء ولادي سواء الاطفال برضو ولادي اللي في جيل بكره، الجيل ده التعامل معاه مش سهل. ان انت لما تيجي تديله مسلمات من اللي احنا متربيين عليها مجتمعيا وبقالنا زمان عارفينها هي كده، لازم تديها له بشكل يقنعه، يعني لازم يقتنع، بحيث ان انت لو قلت له احفظ دي زي ما هي كده ما بتمشيش معاه يعني. فلذلك يعني مثلا في مسلمة معينة يا ابني على فكرة كذا كذا كذا، فلو مقتنعش بيبينها لك في سلوك انه مش مقتنع، فمش هيعمل اللي انت بتقول عليه دي لان انت ما اقنعتوش، فالمشكلة عندك مش عنده. طيب ليه بقى هو الجيل جامد، او انا بقول لك هو جيل جامد جدا ليه؟ النقطة دي على فكرة بتبقى دافع لكتير مننا ان هو يدور في حاجات ما كانش يخطر في باله خالص ان هو يدور عليها لو ما كانش احتك بالجيل ده. ولو انت ليك اي تعامل مع الاطفال هتلاقي الكلام اللي انا بقولك عليه ده. انا لما اتعامل مع الاطفال في موضوع معين وبحس ان في ثغرات معينه انا نفسي مش عارفها، لا انا لازم اذاكر فيها ولازم ادور فيها علشان ابقى عارف. يعني ابسط مثال، لما اجي اقول لخالد تعالى يا خالد يلا نحفظ القران مثلا، هنحفظ سوره معينه، فغالبا احنا كنا بنحفظ القران وبنحفظ السوره كده، لكن دلوقتي بقى في اسئله بتصارح حوالين الايه المعينه، يعني في ايه معينه بنقولها ففي اسئله كتير بتصارح حواليها، فانت تعمل ايه؟ فلازم تذاكر السوره، ومعانا الحمد لله لسه الخالد صغير يعني، فهي قصار السور فسهل جدا ان انت تدور فيها وممكن ان انت تلم الدنيا فيها. فبعرف فبقيت ادور في حاجات وفي صور انا طول عمري حافظها، وبدات اكتشف حاجات عجيبه. ليه؟ لان انا بتعامل مع ناس جامدين فبيدفعوني ان انا اذاكر فابقى جامد. اسمك ايه؟ يحيى. مره واحد صاحبي حب يعمل كده ناصح وقال لك ايه لما اذاكر مع الواد كده الحاجات اللي عنده دي، فبيشوف عارف انت بقى بيقرا زي الانجليزي او بتاع ميس ميرفت، وهو بيقرا عادي زي ما احنا طول عمرنا بنقرا الانجليزي يعني، فتلاقي ابنه بيصحح له وابنه مستغرب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده. فده اصر في نفس صاحبي ان هو يروح ياخد كورسات انجليزي ويركز قوي على النطق ويركز على مش عارف ايه، وبدا يطور نفسه. انا يعني شغله بعيد كل البعد عن انه يحتاج الانجليزي في حاجه يعني، بس هو لا انا ازاي تمام. هنا الواد جامد وهنا استجابه الاب جامده برضه. لو انت عايز تريح دماغك تقوم عامل ايه؟ هتقوم قايل الكلمه المعروفه ده جيل ما يعلم بالله ربنا، وهتريح ضميرك وهتبقى زي الفل. في يوم انا كنت رايح اجيب خالد وأواب من المدارس يعني بتاعتهم، فحصل موقف معين فأواب بعد ما جبنا وخلاص أواب اختفى، حاله من القلق الفظيع ان انت على مدى الشوف ما انتش شايف الواد ومش من عادته يعني ان هو يختفي كده. فرجعت بسرعه عند الحضانه فشفت من على بعد كده لقيته واقف فعلا ان هو موجود على باب الحضانه كده عند الحضانه بتاعته. فلما انا شفته هي مسافه كبيره خلاص انا ماشي انا شايفه خلاص، المفروض ان انا اطمنت، المفروض ان انا انفعالاتي هدت، فقعدت اهدف نفسي ان انت لا ما تتنرفزش ما تضربوش ما تسوقش الغباوه معاه. فاول ما وصلت انا خلاص انا عادي اهدي نفسي، واول ما وصلت للأواب فضربته نرفزت عليه فضربته، مش ضرب جامد بس نرفزه بقى. زعلت جدا بعدها، مش عشان ضربته، عشان فشلت في ضبط النفس. ضبط النفس اللي هو عايز اقول لك اللي هو المحبس الرئيسي للاخطاء التربويه دي. سقطه انا وقعت فيها نتيجه انفعال سيطر عليا، حسيت ان انا مفلس. ما هو انا عندي قناعه انك تضرب العيل او تتنرفز عليه يبقى دي انت كده مفلس خالص، مفيش دي مفيش. دلوقتي احنا رايحين نجيب اواب، لسه رايحين سواء ابنك بيلعب لعبه معينه، بيتعلم فن معين، بيتعلم مهاره معينه في المدرسه، في كل ده ما تعتمدش على حد يكون هو اللي يحتويه، انت اول حد لازم تحتويه. اذا كان بيلعب مثلا تمرين فانت خلي بالك انت اول مدرب ليه، انت اول كابتن عنده.
وانت اهم مدرب عنده. يعني لو مثلا لو بيلعب كوره مش هيبقى ابدا ان انت تجيب كوره وتقعد تشوط معاه، انت اول داعم ليه. اللي بيعلمه اي حاجه هو بس بيأدي وظيفه، ان هو بيعلمه بس بيديله الدنيا كده تمشي ازاي وهو بيمشي مع نفسه. نفسه دي بقى اللي هو انت شريك اساسي فيها. انسان غير عادي بيجي بتربيه غير عاديه، من اب او ام غير عادي، بسلوك غير عادي. لو انت بتوديه يتعلم حاجه في مكان وبتسيبه للي بيعلمه ده، وبعد ما يجي خلاص بتاكله ولا بتشربه ولا بتشوف انت بتعمل ايه وبس، ده العادي. عايزه يبقى غير عادي، لا هتتابع معاه وهتتحكم في انفعالاتك. اللي هو انا بقول لنفسي على فكره قبل ما بقول لك، توجيه الاولاد. يعني انت لما تيجي توجه الولاد ما توجههمش من فوق، لا يعني خليك معاهم ووجههم. ما تلعبش ابنك، العب معاه.